وصحابته أجمعين. وبعد، يقول رب العزة سبحانه وتعالى في بداية سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن أجل هذه الآيات خرجنا وجينا في الجامعات نبلغ الناس دعوة الله عز وجل، لأن جميع الرسل من لدن نوح عليه السلام أول رسول كان يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. من زمن نوح عليه السلام ما كان القسام بينه وبين قومه إلا في توحيد الله عز وجل. والصوفية البكورك بيجادل ما تتخيل زور بيجي يقول لك ما دي ساعة أو ساعتين، لا، ده عبارة عن برميل فاضي ساكت ما عنده أي شيء. والله جد ده ما بقى ما أمشي أحب جاسي يقول له أسمع الله وين، والله بيقول لك والله لا أدري. والله قال بعض العلماء: من قال لا يعرف مكان ربه فقد كفر. والله جد أنت بتجي تنجر ساكت عامل لي فيها صوفي ومبدح، لا لا لا، الدين ده كتاب وسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الحق من لدن نوح عليه السلام، كانوا يعلمون الناس التوحيد الله عز وجل. وشوف خصام بين الأنبياء وقومهم ما كان إلا في توحيد الله عز وجل، لأنه الصوفية ده لسه مجاز يقول لك عرف التوحيد، يقول لك والله التوحيد وأن ربنا هو الخالق والرازق، ده قديمة، ده من إبليس، تعرفوا إبليس عارف أنه ده ربنا الخلق. أبو جهل أصار أمسي أسدى أمشي مكة هناك اللي قد أبو جهل قام قل له أسمع الخلقك منه، بقول لك والله خلقنا الله. إبليس ذاته ألقاه قل له خلقك منه، قل له خلقنا الله. والله جد الله قال شنو؟ الله قال أنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أسأل إبليس أسأل أبو جهل قل له أسمع الخلقك منه، قل له والله خلقنا الله. حس في صوفية الآن عندنا في السودان هنا والله ما بيعرفوا منه الخلقهم ذاته ورب السماء. ليه؟ لأنه بجي بأصلوا لك في التلفزيون وفي الكتب بقول لك انه خير الله ممكن يغلق، خير الله ممكن يغلق زي زول السمين دك ما شاء الله. والله جد هو ذاته فاضي ساكت، مخ اندب من صحن الصيني بعد غسله بالماء والصابون. والله عنده راس الله يستر بس، لكن جوا ما عنده دين ابدا، ما في دين، فاضي ساكت. محمد منتصر لذلك، ذاك الرجل الضال المدل المبتدئ، زول مبتدئ شر البدع. والله جد دا انا لو علينا بقول طوالي الخط هناك اسمع الله وين؟ ما والله ما اعرف. اها اود بيجاي الحجبات بيجوز اي اود بيجاي اها ثاني خير الله بيعلم الغيب اي طوالي بعد بكره راسك برا. ما في زمن. ليه؟ لانه من زمن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه كان الرجل الذي ياتي بالبدع او ينكر اشياء من الدين ما بيجامله كله. شوف هناك سبيق ابن اس ما بتعرفه ده كمان برضو كان جاء ما جاء عباره عن رجل كان يريد ان يوصل لبداتي قام جاء في زمن وكمان الله يحفظه كاب شديد جاء إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ده لما ظهر ظهر كعبارة عن مفكر إسلامي، مفكر إسلامي بجي بلقى الجماعة قاعدين بقول له ما تدرون ما معنى الزاريات وزروة، يعني دايرة فلهم. والله دايرة فلهم طوالي هناك الصحابة فادوا كلموا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طوال عمر بن الخطاب قام دعا ربه قال اللهم أجمعني به. وصوفي ما بينادوا الله. والله جد زي ما علموا البري ذاك الضال المدل المجرم، تقدر تقول لا لا ما قال كذا. والله عندنا لو كتب ممكن نملاه شوال نجيب لك البري ده ما تقول. والله يا اخ طبعا هسه في ناس بيجي باصل يقول لك البري ده والله علم الناس القران يا ناس وارس للرجال قول ارس لهم وحفظهم القران، لكن هو زول رجل مبتدئ يدعو الى الشرك ومش شرك ساكت بس شرك اكاب من شرك ابي جهل وابي لهب أكاب من ذاك. ليه؟ لأن المشركين الزمان كما قال الله جل وعلا: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركين الزمان لو كان في شدة كان بينادوا الله. مشركين الزمان ذات أبو جهل لو الزنك شديد بينادي الله طوالي، لكن هسي الجمادل ناس البري وأحمد منتصر لزيرك وحامد السماني والشفاط البجايدل والله مجموعة من الشفوت من أهل البدع والضلال في السودان أصلوا للناس الكفر بالله. والله كما قال زي ما ذكر لك أخونا الشيخ آدم قال إنه الدين الصوفي ده دين براو ودين الإسلامي براو. ليه؟ لأنه لما تجي في الإسلامي في الدين الإسلامي بقول لك إنه خير الله ما بيعلم الغيب.
تجي للدين الصوفي بيقول لك والله خير الله بالا والغيب، تجي في الدين الاسلامي تلقى انه خير الله ما بيدي الجنة، الصوفي بيقول لك خير الله بيدي الجنة، تجي للدين الاسلامي بيقول لك انه اذا في شده وفي الرخاء ينادي الله، تجي للدين الصوفي بيقول لك في الشده وفي الرخاء ينادي خير الله. ليه؟ لانه البوري قال في كتابه رياض الجنه ونور الدجنه، قال انه اناب غضب في البلاد نزيل، قال قل يا ولي الله اسماعيل، قال قل يا ولي الله اسماعيل، قال لك لو انت لو في شده قال لك تنادي منو؟ تنادي خير الله اسماعيل. وذاته ده ما معروف، ده قالوا الزول الحارس القبه ذاته، الحارس قبه اسماعيل، قال كتلو صوفيا انتوا تاني باقي له حاجه؟ والله جت مفروض انا لو صوفي اخلي الصوفيه طوال اقول له لا بسلامكم شغلكم ده ما بنفهمان. ليه؟ لانه الزول الحارس الشيخ ذاته كتلو، فما للشيخ؟ الشيخ ما بينفع ناس، الشيخ لا بينفع ولا بيضر، وانما النفع والضر من الله عز وجل. ليه؟ لانه الصوفيه ايضا يستقيسون بغير الله، وفي الدين الاسلامي لا يجوز ان تستقيس الا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا في سوره الانفال: اذ تستقيسون ربكم فاستجاب لكم اني مبدكم بألف من الملائكه مرضفين، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله. وايضا في بعض الصحابه، في منافق كان بيأذي المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طوال في بعض الصحابه قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله تعالى. ولكن من الذي يفهم البهائم؟ من اللي بفهم الصوفيه؟ ناس الصوفيه يدعون الناس الى عباده غير الله عز وجل، ويدعون الناس صوفي هسه يقول لك تيجي تبوس كره ابو الشيخ، لا لا انا ما عندنا تيجي تبوس كره ابو الشيخ، لا لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما بيرضى انه ناس يغلو فيه ابدا، لكن هسه الشيخ الصوفي مما تيجي طالب يمدلك يده، هسه انا شايف ديلك الصوفيه اللي هناك ديلك، واحد يجي يسلم للثاني ما شاء الله بركه، يا زول بركه شنو؟ والله الصوفيه ده عباره عن شرذمه من الناس لا يعلمون من كتاب الله عز وجل شيئا، ما بيعلم اي شيء، لانه انت ما تدخل المنتدى الصوفي، ما في صوفيه ناس، صوفيه في الدين ما في، انما هي عباره عن دين مبني على الكفر بالله وعلى الشرك بالله عز وجل. ولكن الكلام يطول، واقدم اخونا ابو القاسم.